أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طلاب مرحلة أولى كلية الصيدلة جامعة ميسان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محاضرتنا اليوم للكحولات. قبل ما ندخل بالكحولات، خلي نعرف بعض الفاكشنال جروب لكل فاميلي بالأورجانيك كيمستري، أو لبعض الفاميليز اللي موجودة بالأورجانيك كيمستري. أخذنا في بداية الكورس الإلكانز، طبعا الإلكانات تعتبر without functional group، باعتبار أنه مثل ما تعرفون عبارة عن سلسلة هيدروكربونية من الكربون والهيدروجين مستمرة، ومثال عليها هنا يا ماخذين الإيثان. الفاميلا الثانية اللي هي الألكين، اللي والفكشنال جروب لها تعتبر الباي بوند بالسي دبل بوند سي، مثال عليها أبسط فرد هو الأثيلين. الإلكاينات اللي هي التربل بوند الموجودة وأصغر فرد بها وأبسط مثال عليها هو الأستيلين. الأرينات اللي عبارة عن أروماتيك رينج اللي تكون بها أواصر باي اللي موجودة بها أي الدبل بوند، هي الفاكشنال جروب. هاليدات الألكيل أكيد السي أكس الأكس اللي هي تمثل فلورو كلورو بروميون. زمرة الهالوجينات هي الفاكشنال جروب. الكحولات اللي هي موضوعنا اليوم، مجموعة الهيدروكسي اللي تمثل الفاكشنال جروب للكحول فاملز. الإيثرات السي او هاي الأكسجين اللي بتوين تو كربون أتوم هي اللي تمثل لي الفاكشنال جروب. نجي لمركبات المحاضرة هذا اليوم للكحولات، وبعدها إن شاء الله ناخذ الإيثر والإيبوكسايد. بالنسبة للكحول هو عبارة عن جزيئة مي، وكلكم تعرفون جزيئة المي عبارة عن H2O، وكأنه ذرة هيدروجين انزاحت من المي وصار سبستيوشن إلها ويا الآر مجموعة الألكيل فينطيني الكحولات. بالنسبة لمصطلح الكحول يطلق على المركبات الشوكت بتنزاح ذرة هيدروجين من الماء وتعوض بدلها مجموعة ألكيل ألفاتية، لأن إذا كانت هنا حلقة أروماتية فصنف ثاني من المركبات اللي هو الفينولز، وبعدين إن شاء الله بالمحاضرات القادمة نأخذه. أما بالنسبة للإيثر النفا اللي هو عبارة عن مجموعتين ألكيل وتكون أما ألفاتية أو أروماتية تتوسطها ذرة الأكسجين، وفي كل الأحوال الأكسجين اللي مثل ما تعرف تحمل 2 pair of electron مزدوجين الكترون. الإيبوكسيدات هي عبارة عن إيثرات حلقية، إذا شوف عبارة عن مركب حلقي توسط ذرة أكسجين. الكحولات قلنا هي عبارة عن مركب ألفاتي، أما أنه نعتبره مي انزاحت منه ذرة هيدروجين وحل محلها مجموعة ألكيل، أو قد ممكن أنه نعرفها على أساس أنه هي عبارة عن إلكان انزاحت منه ذرة هيدروجين وحل محلها مجموعة هيدروكسيل تكون مرتبطة عادة إلى ذرة كربون الهايبريد لها هو الـ SP3. أبسط أفراد الكحولات هو الميثانول اللي ممكن إنه بالثري دايمنشن يتمثل برسم البرامج الكيميائية للمركبات بهالشكل، أو يكون اللي يكون يحتوي على ذرة كربون واحدة، أو الأثيل الكحول أو الإيثانول اللي يحتوي على ذرتين كربون اللي هنا باللون البلاك، وهذا الأكسجين اللي باللون الأحمر، وهاللون اللي يعود إلى الهيدروجين، أو ممكن يكون كل ذرات كربون تصاعدا فما فوق. قلنا قبل شوية وكأنه الكحول derived from water on this hydrogen atom replacement by الألكيل جروب، وهاي أبسط فرد اللي هو الميثانول كمشتق نعتبره منين من الكحول. فقط تغيير طفيف بالأسرة اللي تكون بالماء، الأسرة 105 ديجري، وهنا بالكحول تكون شوية أكبر اللي هي 109. نجي نشوف الكحولات.
ميزة بالكحولات تحتوي مثل ما عرفنا على مجموعة الهيدروكسيل. وجود مجموعة الهيدروكسيل أو الأكسجين اللي ترتبط بالكربون، الفرق بالإلكترونيجاتيف ما بين الكربون والأكسجين وما بين الأكسجين والهيدروجين يكون عالي. الاستقطاب لمجموعة الهيدروكسيل والاختلاف بالإلكترونيجاتيف أو الإلكترونيجاتيف العالية اللي تكون اللي يمتلكها الأكسجين في مجموعة الهيدروكسيل ينطي بارشيال تشارج، شحنة جزئية. دائما الأكسجين في هذه الأعصرة يميل إلى أن يكون سالب والهيدروجين يميل أن يكون موجب. شنو معناها؟ معناها هذا البولاريتي الاستقطاب ما بين في الأعصرة OH معناها أنه الإلكترونات، بما أنه الكترونيجاتيف للأكسجين عالية، فتحاول أنه تسحب الإلكترونات الأعصرة باتجاهها وتكتسب الأعصرة الشحنة السالبة الجزئية، في حين الهيدروجين ما يقدر يسحب الإلكترونات من الأكسجين. وقلنا ليش؟ لأنه الإلكترونيجاتيف للأكسجين هي الأعلى، ومثل ما تعرفون تعرف الإلكترونيجاتيف للذرة على أنها الـ ability of atom to draw electron toward it، يعني قابلية الذرة في جزيئها على سحب الإلكترونات باتجاهها. هذا النوع من الاستقطاب راح يملك يخلي جزيئات الكحول تظهر بها ظاهرة الهيدروجين بوند. شنو هي الهيدروجين بوند؟ الهيدروجين بوند عادة تتم ما بين ذرات الهيدروجين، وهي عبارة عن آسرة أو ارتباط ضعيف يتم ما بين ذرات الهيدروجين وبين ذرات تكون الإلكترونيجاتيف عالية جدا لها مقارنة بالهيدروجين. مثلا احنا هاي الكحولات تنطينا هيدروجين بوند، او الامينات تنطينا الهيدروجين بوند. لما تكون قلنا الالكترونيجاتيف للهيدروجين تكون واطئة والالكترونيجاتيف للاكسجين عالية، لما تكون اكو نوع من الاستقطاب يصير ما بين هيدروجين الجزيئة الاولى وبين اكسجين الجزيئة الثانية من الكحول، ايش راح يصير عندنا؟ هذا نوع الارتباط او هذا نوع البوندنج اللي هو نوعا ما ضعيف، مو مثل الاعصره التساهميه يكون اقل قوه. شو تسمي هذا؟ الهيدروجين بوند. فعاده الهيدروجين بوند يتم ما بين اتوم تكون الالكترونيجاتيف الها قويه والكحولات تتمثل بالاكسجين، وبين الهيدروجين اللي يكون الالكترونيجاتيف الها ضعيفة جدا مقارنة بالأكسجين. إذا نجي نتبع عملية الأعصرة شلون تم أو رسمها، لأنه مطلوبة هنا CH3OH هاي عبارة عن الجزيئة الأولى، الجزيئة الثانية هاي الميثانول CH3OH، الربط يكون ما بين الذرة اللي الكترونيجاتيف لها عالية الأكسجين هاي الذرة بشكل نقاط مع الهيدروجين من الجزيئة الثانية، وأيضا الهيدروجين من هذه الذرة اللي ارتبطت عن طريق الأكسجين. الهيدروجين الطرف الثاني مالتها أيضا راح يرتبط بمن؟ بأكسجين الذرة الثانية، وهذا الهيدروجين له قابلية أنه يتنقط ويرتبط أيضا وين؟ بأكسجين جزيئة ثانية من الميثانول، مما تجدر الإشارة إليه والإنكد عليه الأكسجين والهيدروجين لمجموعة الـ OH. هيدروجين الـ CH3 ما يدخل ضمن الهيدروجين بوند ولا أي CH3 تابعة إلى مجموعة R. الفيزيكال بروبرتيز للكحول، إذا نلاحظ هذا الدايجرام نشوف إنه الريشيو أو التناسب اللي بين البولينج بوند وللنمبر أوف كاربونز، نشوف انه كل ما تزداد عدد ذرات الكربون من 1 الى 2 الى 3 الى كذا وصولا الى 10، كل ما تزداد راح تزداد البولينج بوند. معناها انه البولينج بوند لكحول يمتلك 10 ذرات كربون تكون اعلى من البولينج بوند للميثانول او الايثانول اللي هو يمتلك 1 او 2. كل ما زاد عدد ذرات الكربون راح تزداد البولينج بوند له. أما بالنسبة للسوليوبلتي فنشوف السوليوبلتي بالمي للكحولات تقريبا لذرة كربون واحدة اللي هو الميثانول، الإيثانول، البروبانول ثابتة تكون،
تقريبا واللي يذوب بشكل تام في الماء، لكن تبدي تتناقص ذوبانيته وامتزاجه بالماء. كل ما ازدادت عدد ذرات الكربون راح تقل الذوبانية للكحولات بالماء، على العكس من البولينج بوينت اللي تزداد ويا زيادة عدد ذرات الكربون. نقدر نصنف الكحولات كلاسيفيكيشن لها لبرايمري وسكندري وتيرشري depending on carbon which attach with hydroxyl group. يعني عندنا الكحول البرايمري والسكندري والتيرشري اعتمادا عن يمن على ذرة الكربون اللي تتصل قلنا من اللي لها لينكيج ويا الهيدروكسيل جروب. فإذا كانت هذه برايمري تتصل الكربون من جهة واحدة فراح يكون برايمري الكحول، وإذا كانت سكندري راح يكون سكندري الكحول، وإذا كانت ذرة الكربون الحاملة للهيدروكسيل تيرشري راح يكون تيرشري الكحول. تسمية الكحولات دائما ناخذها من تكون من منطلق الإلكان اللي تابع لها. مثلا الميثانول ذرة كربون واحدة، الإلكان التابع على المشتق من عنده هو ال CH4 ميثان، راح تصير ميثانول مجرد انه حرف ال E ينحذف وينضاف المقطع O all اللي هو يدل على الكحول او على وجود مجموعة الهيدروكسيل في المركب. وممكن انه نسمي لفظة الألكيل وبعدها لفظة الكحول، مثلا ميثان الألكيل مالته مثل وبعدها كلمة الكحول. الإيثان لما أريد نسميه تسمية نظامية راح يكون الإيثانول المشتق منه، إذا أريد من على أساس مجموعة الألكيل الموجودة أثل الكحول. ونفس الشيء بالنسبة للبروبانول اللي هو واحد بروبانول، بعد أكيد بعد الإيثانول راح نبدي نحدد موقع الهيدروكسيل، وأيضا نفس البنود والشروط اللي أخذناها الرول بالإلكينات وتسميتها يجب أن تأخذ المجموعة الفعالة أصغر الأرقام، فيكون واحد بروبانول أو ممكن يكون بروبين الكحول. هنا اثنين بيوتانول سمينا أخذ من أصغر بحيث تأخذ ذرة الكربون الحامل للهيدروكسيل أصغر الأرقام، فاثنين بيوتانول. هنا لما عندي برانش فرع ويا الكيلو جروب وعندنا الهيدروكسيل، أهم شيء الهيدروكسيل هو اللي يأخذ أصغر الأرقام ومن ثم نسمي المركب، فراح يكون 1 2 3 4 5 6 فح، بحيث الهيدروكسيل اخذ الرقم 2 والمجموعه المثل كسبستيتيوشن اخذت الرقم 5، ونجي نسمي انه 5 مثل 2 هكسانول، دليل على انه الهيدروكسيل تقع على ذره الكربون رقم 2. هناك طريقه تسميه الاخ بالنسبه الى الكحولات اللي نعتبرها كمشتق للكاربينول. الكاربينول نقصد به وكأنه عندنا ميثانول اللي هو عبارة عن هذا الكربون اللي حامله وين إلى مجموعة الهيدروكسيل، فيما عدا ذلك بقية المجاميع الموجودة والمعوضة على هذه ذرة الكربون الحاملة نعتبرها كلها معوضات. فمثلا إذا كان هذا المقطع السيجمنت هو الكاربينول، فش راح نقول عندنا ثلاث مجاميع فنل يكون تراي فنل كاربينول. هنا لما عندنا هذا السيجمنت هو عبارة عن كاربينول، فالسبستيوشن مالت المعوضات ثلاثتهم أثل، فراح نقول تراي أثل كاربينول. هنا لما نعتبر هذا السيجمنت هو الكاربينول، هنا H ما تنذكر كسبستيوشن، تبقى مجموعة السكندري بيوتايل، وبالتالي يكون سكندري بيوتايل كاربينول. هناك مركبات اللي تحتوي على أكثر من مجموعة هيدروكسيل وتدعى بالجلايكولات، قد يكون المركب دايول أو قد يكون أكثر من ترايول اللي هو أكثر من مجموعة هيدروكسيل. تسميته راح تكون بطريقتين، أما بلفظ اسم مشتق الألكين اللي مشتق منه هذا المركب حسب عدد ذرات الكربون. مثلا هنا ذرتين كربون، الألكين اللي يتكون من ذرتين كربون شنو؟ أثينين، فنقول أثينين وجلايكول. جلايكول دلالة على أنه أكو اثنين مجموعتين من الهيدروكسيل بالمركب، أو قد نسميه اعتمادا على الإلكان المشتق منه هنا ذرتين، إيش راح يكون الإلكان مالتنا؟ إيثان، فيصير إيثان دايول أو واحد اثنين. بالنسبة للإيثان رقمنا أو ما رقمنا، هو بما أنه إيثان دايول هو أصلا
درتين هيدروكسيل وبيك اثنين مجاميع هيدروكسيل، فراح يكون على الواحد والاثنين. ثلاث ذرات كربون على طريقة كمشتق للألكين بروبيلين جلايكول، فمعناها انه عندنا ثلاث ذرات كربون والجلايكول تدل على اثنين مجاميع هيدروكسيل، او نسميه بطريقة كمشتق للألكان كدايول، ونذكر المواقع اللي متعوض بها واحد واثنين بروبان دايول. ايضا ممكن انه يكون واحد ثلاثة بروبان دايول، وهكذا بالنسبة ايضا للمركبات الحلقية. وهذا الصنف من المركبات راح يكون يعني لأجل أن تطلع عليه وتعرفه، أما خلال الرياكشن والبربريشن اللي راح ناخذه بالشابتر هو ما يخص المركبات الكحولات أحادية الهيدروكسيل. الفيزيكال بروبرتيز للكحولات يجب أن مجرد تطلع عليها تعرف انه مثل ما قلنا انه المولتك بوند، شوف اللي ذكرناه قبل شويه بالدايجرام الموجود عندنا، كل ما تزداد عدد ذرات الكربون باتجاه من الاعلى للاسفل للكحولات الموجوده، نلاحظ ان المولتك بوند مالتها انه تزداد ايضا. وهذه الهيدروجين بوند اللي بهذا الشكل المصور، اذا لاجل انه نميزها، هاي جزيئة الكحول، هاي الار وهاي الاو، هاي البير الكترون، الازواج الالكترونية الاثنين الموجودة على ذرة الاكسجين، وهاي الهيدروجين، وشون الاكسجين يرتبط بالهيدروجين بوند ويا الهيدروجين من الجزيئة الاخ عن طريق الكترونات الموجودة على الاكسجين في هذا الاوربيتال اللي تكون بشكل لون بير، بشكل مزدوج الكتروني. وهذه أيضا الصيغة الداخلية تمثل لي الهيدروجين بوند.